ليش عم يتخانق؟ شو اللي عم يتعب؟ قولي يا هذا الصوت. لا قوم ابعدوا عني. اتركوه. عم اقول لك اتركها. لا تسمعوني صوته. سكتوه. ابعد عنا. خلص اسكت. امان اسمع هي بتخص المعلم. انت شلون بتتجرأ؟ ها؟ لا تكون مرتك وماني عرفان. ايه هي مرتي. شو هالحكي؟ مرته؟ عن جد هو هدول ناس سيئين؟ مش اللي مرتك؟ مرتك؟ ها؟ انت شو فكرني؟ لا صدقك يعني؟ اذا بتريد رح صدقك. لا تضحك علي. اذا بتريد لا تضربني. الو مرحبا المغفر. خليك بالكتابه. لا تتدخل بشغلنا. لا اتركه اتركه. اذا بتريد اتركه لو سمحت. لو سمحت بدك تفهمي؟ بدك تروحي معنا. بدك تروحي. حاجتك بقى وتصرخي. لا تروحي من هون. بعد عندي ركني لك شو معك؟ سبيون يا أخي نسل إيدك أنا مرشي أمان. طمني أنت منيح. أخ عمهلك كنتي عم تقولي إنه أنتي مالك حق تحبي هالحق ما حدا بيقدر ياخده منك أنا وبراتشي ما منستاهل بعض وإذا الاثنين مو مناسبين لبعض ما بيأسسوا حياة صح بس نحنا أنا وإنتي مناسبين كتير لبعض بتقبلي تتزوجيني؟